شكرا لك زميلتنا علا ابو خضر من غرفة الاخبار، وهلا مكملين اكيد بفقرات صباحنا غير. أكيد محطتنا التالية فيها كتير من الدراما، رح نتطرق فيها لموضوع اليوم حديث الشارع السوري، الدراما السورية اللي صارت مثار للجدل سواء اتفقنا معها أو اختلفنا. الحالة الدرامية السورية نقطة علام محط أنظار، سواء حققت تقدم بمجال معين أو حالة تراجع بمجال تاني. طبعا للقارئ واقع المشهد الدرامي. خلينا اليوم نكون مع الكاتبة ديانا فارس لنطلع أكثر على واقع الدراما السورية والفواصل الدرامية. يسعد صباحك، رمضان كريم وكل عام وأنت بخير. إن شاء الله هالرمضان أهلا كتير وسهلا، حلو جاي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا صباح فيكي، وطبعا يعطيكي العافية على كل أعمالك. اليوم عم نحكي عن الفواصل الدرامية اللي حابين نبدأ حديثنا فيها، اللي كان لك مشاركات عديدة، خبرينا أكثر عن هاي المشاركات. تسلمي. الفواصل هدول الدرامية تم إنتاجهم من وزارة الإعلام، مشكورة بإدارة التنموي، مديرية الإعلام التنموي، هي ناشطة دائما بموضوع الفواصل التوجيهية التوعوية. تقريبا نحن عملنا 12 فاصل، في منهم وثائقي، في منهم إعلاني، في منهم درامي. أنا ركزت على القسم الدرامي، حاولنا يكون مصور بلغة سينمائية. تناولنا مواضيع مختلفة عن عمالة الأطفال، عن الزواج المبكر، عن تعداد الأطفال، يعني نوع من تحديد أو تنظيم النسل بفترة ببعض المناطق. يعني عملنا شيء له علاقة كمان بالتسول، شيء له علاقة بالعنف ضد المرأة. هدول سنويا تقريبا صاير دائما في إنتاج سنوي لعدة مواضيع تكرار، نوع من تدعيم الفاصل التلفزيوني. يعني لغة الفاصل التلفزيوني لا تزال لحد الآن لساتها لغة جديدة تقريبا. يعني تعودنا نطرح مشكلة أو فقرة بمسلسل أو عمل أو سهرة أو فيلم تلفزيوني، لكن بفاصل مدته 30 ثانية أو دقيقة ونص دائما. يعني في تقريبا البلدان الثانية هي السباقة أكثر مننا فيه. صحيح دعاية. يعني كنت أسألك إنه يمكن بأوروبا، بأمريكا، حتى بدول آسيا الفواصل عم تحكي قصة عمل متكامل بمدة كتير قصيرة. لأي درجة نحن عم نقدر نوصل هالقصة بشكل صح وعم تحمل رسالة توعوية؟ يعني أنت عم تضربي اليوم عصفورين بحجر مثل ما بيقولوا، نحن عم نمر بفترة كتير فيها من الفوضى، حتى فيها جهل أحيانا ببعض المناطق أو بعض المواضيع، أو عدم عرف أو إنه نتعامل معها بشكل صحيح. كيف فيكي عم توصلي هي الرسالة التوعوية بشكل مبسط لكل الشرائح وأيضا بفترة قصيرة؟ أهم شيء تكثيف الفكرة تكون، ثاني شيء السيناريو الذكي اللي يكون فيه يعني لقطة، أنت لأنه عندك 30 ثانية بدك توجهي رسالة فيه. ثاني شيء توفر الإنتاج، إنتاج الفاصل الدرامي ما له إنتاج كتير صحيح، بسيط، يعني بالعكس في فواصل أحيانا بتكلف قد عمل درامي مظبوط. بشيء، لأنه أنت بدك تبهري بالصورة البصرية وبدك تشدي المشاهد. وتواجد النجوم ممثلين كمان مهم، انك تختاري نجم محبب للناس لتوصلي رسالتك. تمام. فانا ما بعرف، بالنسبه لي هذا النمط انا من زمان ماشي فيه كاخراجيا، ويعني حسيت هذا النمط بيلامسني كتير اني اوصل اي فكره دراميه، اضافه لانه نحن هلا بفتره كتير فيها تكثيف بالاعمال صرنا عصر الدراميه. السرعة، ما عاد الواحد له تمام، جلاده صار يحرش عندك يعني طبيعي. مواد وافكار كتير مطروحه، فالمشاهد يعني ممكن فاصل تمرقي له اياه يثبت عنده رسالتك انت اكثر من عمل 30 حلقه يتابعه. تمام. يعني ديانا مثل ما حكيتي قبل شوي انه هي مشاكل اجتماعيه فعلا موجوده ويمكن عم تنتشر بالوقت الحالي، من العنف، من عماله الاطفال، التسول، وايضا الزواج المبكر يلي فعلا كان مميز، انه اشرتي لزواج الرجال ايضا الشباب انه في زواج مبكر، فخبرينا قد ايه قدرتي فعلا بتشوفي انه وصلت الفكره، قد ايه بتشوفي انه ممكن تكون هي الفواصل هي حل او عرض فقط للمشكله لتوعيه الناس، او ممكن تحمل بين السطور حل. هلا الفاصل غالبا على امتداد حلقات اللي نحن مطالبين نبرز حل ككتاب دراميين او مخرجين فيه. الفاصل غالبا بيضوي على شيء، يعني بيعطي شيء بيرفضه المشاهد انك تعطيه حل، بيبان كانه تنظير عليه. ف
فهو قد ما أثرتي بالفاصل عطيتي تأثير معين. أنا مثلا حاولت أختار أطفال أو فئة مراهقين لها سمة معينة، يعني فاصل العريس مثلا الشاب هو نجم هلأ عم يصعد اسمه كريم نويلاتي، فكتير في عنده خصوصية بوشه أنه يجمع بين البيبي فيس وبين أنه الشاب الشباب أول طلعته، فيعني حسيت أنه هذا الفاصل ممكن كريم يوصله. إضافة لفكرة الكاتبة جهينة العوام كانت كتير حلوة بالفاصل، أنه عكست هالمرة، عادة الزواج المبكر بيكون متناول بنت عم يزوجوها زواج مبكر مثلا. أنا لامست هالشي بفواصل سابقة، بس هذا الفاصل بالذات يعني توجهت للشاب انه او بداية المراهق هذا انه ابوه ما سلمه الشغل هو بهذا العمر، بس زوجه وخلاه يصير عنده ولد بهذا العمر. يعني مسؤولية الزواج اقل بكتير مسؤولية المال بالنسبة للاب. نعم ديانا، يعني مثل ما قلتي يمكن الفواصل هي مسؤوليتها انه تسلط الضوء على مشكلة ما بطريقة معينة لحتى الناس هن يراجعوا يمكن حالهم يقولوا انه هاد غلط وهاد صح. كمان خلينا نحكي عن الاطفال والعنف، يعني دائما عين الكاتب او المخرج بترصد اي شيء بتلاقيه بالطرقات، اي حركة باي مكان موجود فيه. شو اكثر شيء لفت نظرك انت بغير الاطفال بالعنف والزواج المبكر عم تشوفيه هلأ حالة وحابة تعمليه؟ هلأ في حالة كتير مؤثرة، ما بعرف شو مدى نحن قدرتنا على السيطرة عليها، انه بالنسبه لاطفال التسول عم شوف اطفال بين ايدين نساء، واضح انه مو الطفل مو ابنه، واضح انه اخذ نوع من الادويه اللي هي مخدرته او منيمته او ما بعرف. هذا عم نشوفه موجود كثير، وخاصه هلا قبل العيد وقبل رمضان بيكتروا على الاشارات هدول. طيب وين شو لمين تابعين؟ مين مشرف عليهم؟ مين موزعهم؟ في شيء منظم حولهم نحن عم نستغربه. مهمة هاي الفواصل تحريض الجهات الوصائية، تحريض القوانين والأنظمة أكثر للتفعيل. أنا برأيي واجب كل مواطن إذا شاف هيك قصة، يعني على الأقل نحن ما نعطيهم مصاري بس نقدم لهم شيء يستفيدوا منه. يعني مثلا معلش يكون بالسيارة مجموعة ألعاب ما بدك إياها حاططيها أنت، يكون في نوع إذا في أكل ضيفي لأنه هذا الطفل ما عم يأكل، كل شيء بده ياخده من المردود بده يعطيه للشخص اللي عم يشغله. تماما. فهذا الموضوع يعني بدنا نحاول نضيق خناق الموارد الاقتصادية عليهم، وان هالاطفال نعطيهم شيء ننعشهم ونشوف شو وراهم. يعني في مبادرات طبعا عم تهتم بالاطفال، مبادره سيار هي عم تهتم كمان، عم تاخذهم بعض الساعات شوي تثقفهم تعطيهم شيء وترجعهم للاسف للشارع لانه ما في حل. بس الى متى يعني ما حنشوف هالظاهره بسوريا؟ ما بعرف. نعم، يعني ديانا مثل ما حكيتي بنتمنى تكون هي الفواصل، هي المبادرات ان كان من الفنانين السوريين ومن الكتاب ومن جميع الجهات فعلا يكون إلى صدى وواقع ملموس. يعني ما نضل نحن نحكي، يكون فعلا في إلى واقع الجهات المسؤوله في حراك تتصرف. يعني يصير حراك تماماً. حراك للسيطره على هي الظاهره تمام. وعلى فكره هي ما ظاهره بس لنقول بسوريا، هي بتكثر بدول اللي تعرضت لحرب نعم. اكثر، بس هي موجوده بمصر بالمغرب بتونس. صحيح. يعني مو انه بس بسوريا ومو انه بس نحن متقاعسين عن مكافحتها. بس الشيء اللي صار دائما دول العالم الثالث والدول اللي بتتعرض لنكبات او حروب او تحت خط الفقر بعض المناطق بيكون فيها بتكتر فيها هالقصص. يعني بالجهود بالقوانين ممكن انه نسيطر شوي، بالدراما اكيد اكيد. ديانا المؤلم انه نستخدم الاطفال بهيك اعمال فعلا طبعا. خلينا نروح مع بعض ديانا رح نشوف مشاهد من هي الفواصل واكيد بنرجع لنكمل حديثنا. يا رب
بسم الله. يعطيك العافية عمي. الله يعافيك يا عمو. عمو أنا جبت له الحليبات والحفوضات. يسلم إيديك يا رب. الله يسلمك عمي. دواك خلص، لا تقلي نسيت تجيبه. لا أنا متذكر ومتذكر منيح وإن شاء الله بجيبهم ولا يهمك، بس هلأ راح ارتاح قبل ما أروح على الصيدلية. ليكون ما زاد معك مصاري بالبطاقة؟ ها؟ يعني أنا الفاصل عم تعالج مشاكل اجتماعية، عم نشوفها طبعا عم تلامس نبض الشارع السوري، وعم تعطي أيضا فرصة لممثلين يمكن ما أتاحت لهم الفرصة يشتغلوا بدراما هي السنة، إن كانوا من فنانينا اللي منفتخر فيهم أو من وجوه شابة. صحيح هذا الحكي؟ الفاصل أكيد. هلأ يعني أول شيء لاحظت أنا أنه الفنانين لما بتستدعيهم على فاصل بيلبوا على فكرة، رغم حتى نجوم يعني معروفين. هلا الست أنطوانيت نجيب ما في مرة ما خبرناها ما لبت، كتير بتحب هاي المواضيع الإنسانية. أستاذ كمان اسكندر عزيز كتير أنا في له كتير فواصل، أنا بحب ملامحه بتخدمني كتير، سواء كانت ملامح قاسية إذا كان بدور الأب القاسي أو المسيطر، أو بمثل ما شفنا الفاصل اللي هو بيعالج موضوع قضايا كبار السن لما أولادهم بيروحوا فيها مثلا، هون استشهدوا أولاده فهو عم يعيل كناينه أنطوانيت نجيب أولادها مسافرين، فالفاصل كان مدته تقريبا هو أطول فاصل، بيموتوا كلهم، كيف بيموت دائما كبير السن لحاله لوحده، مهدد دائما بالوحدة بعد ما بيكبر أولاده. يعني مو هي تقريبا الرضا أو الغضب والرضا أنك تسافري وتبعتي لهم مصاري لأهلك. كمان التواجد مهم، أنه يكون في حدا عم يرعاهم، في حدا عم يقوم بصحتهم النفسية. مزبوط. أكيد. يعني ديانا حكينا وبمواضيع مختلفة عن هي الفواصل، نتمنى أنه تلاقي إذن صاغية عند كل إنسان سوري وأيضا عند جميع العائلات الجهات المسؤولة. بدنا بعد شوي عن الفواصل نحكي عن الدراما اليوم خلال شهر رمضان المبارك. بديك تخبرينا شو رأيك اليوم بالدراما؟ عم نشوف الأعمال المشتركة، عم نشوف النصوص المقتبسة من الروايات وغير أشكال متعددة، بشكل عام كيف رأيك؟ ما بعرف، أنا السنة ما كتير يعني ما بدي يكون ظالمة أو ماسكة السيف مثل ما بيقولوا، يعني أنا يعتبروني كرأي من الشارع، بس بالنسبة لي ما في رضا كامل عن الدراما السنة السورية. أولا بعض الأعمال نقت بنفسها صوب أنها تكون أعمال تعرض قصص يعني موجودة على شيء إخباري بنعرفه، يعني
تعلقت بالأزمة، إعادة استجرار أفكار نفسها الأزمة بقصص مختلفة وعلى أساس أنه واقعية. أنا مثلاً ما حسيت أنه في شيء جديد تقدم. موضوع الدراما اللي صارت مشتركة مع لبنان، يعني صرنا نعرف أنه هي لا نجم أو نجمين يكتب العمل. اقتباس عن الرواية بدل على أنه في أزمة نص كمان، معناته ما عاد عنا نصوص أو ما عاد عنا حبكة لنص، فدائماً الرواية بتخدمنا بالحبكة. حبيت دور النجم عابد فهد كتير، متميز كان عامل يعني السنة شغلة هي شدتني كتير. حبيت أعمال بمصر، أنا بحكي معلش أحياناً عن الدراما المصرية كونا بحسها معلش منافس شوي. حبيت شغل عادل إمام، طرح مواضيع مالها جديدة بس كتير عملها بخصوصية، يعني هو حكى حضوره أيضاً، حكى عن عمالة الأطفال والتسول تجارة الأطفال. إضافة لأنه في بعض الأعمال مثلا التاريخية مثل المهلب بن أبي صفرة كمان معمول بطريقة بنجوم سوريين بدعين فيه فعلا. هارون الرشيد ما انتح لي الفرصة أني أشوفه كتير، بس بعتقد أنه كمان كأعمال تاريخية يعني ما كتير، ما فيها هالأعمال اللي بتعطيك شيء من التاريخ يضيء يعني يعطي حقه، يعني دائما عم نروح صوب شخصية ونقلها مثلا، ما لنا مضطرين كتير نفوت بهي الشخصيات لأنه كمان عندها إشكالياتها. فالدراما السورية يعني أنا برأيي نفس السنة الماضية السنة، ما اختلف أي شيء الأجزاء، يمكن هلا عم بيروح على الأجزاء. خلينا ديانا نحكي شوي عن أزمة النص اللي هي كل الفنانين وكل اللي عم يشتغلوا بدراما سورية من كتاب ومخرجين وممثلين عم يحكوا عن الإنتاج، أزمة النص، وأيضا عم يحكوا عن التسويق. فخلينا نحكي كمان عن هالثلاث مكونات اللي هي سبب شوي بتراجع الدراما وعدم تسويقها، واللي هي لجأت للأعمال السورية أنه تعمل شراكات حتى تتسوق. أزمة النص، وين الكتاب السوريين؟ ليش ما عم بتكون في شركات منتجة راعية لمسلسلات أكثر بمواضيع خفيفة شوي تبعد عن جو الحرب وجو، تعطي شيء من واقع الأسرة السورية اللي عم تعيش التفاصيل كل يوم؟ هلا اكيد ازمه النص نابعه من ازمه الانتاج، انت بدون حركه الماليه ما فيك تعملي، لو بتكوني كاتبه احلى نص بالدنيا اذا ما في انتاج يخدم هذا النص فهو مصيره اما انه ينحط بالادراج او ينتج بشكل سيء. اول شيء ما في شركات انتاج، نحن حتى في يمكن ديانا مسلسلات تاجلت عرضها، يعني مثل سايكو ومثل اكثر من مسلسل تاجل عرضهم لا ما بنعرف السبب، هي ثاني سنه. يعني في أزمة تسويق كمان، يعني كمان سايكو من الأعمال المهمة، أنا شفت البرومو وشفت حضورها لست أمل عرفة، يعني هي حرام إنه ما ينعرض لها نشوفها لأمل تغيب عنا، يعني موسمين رمضانيين أمل حرام، أمل من الناس المتميزة بسوريا. بس ما بعرف شو عم يصير، هل هي مافيا خارجية لأنه في مقاطعة للمنتج السوري؟ توقعنا السنة إنه تخف مع انتهاء الأزمة، يبدو كترت، يبدو ما حبوا تنتهي الأزمة فحاربونا بطريقة تانية. ففي موضوع أزمة تسويق كبيرة، أظن ما لا تحل هي إلا نحن نعتمد على المنتج المحلي. شركات كتير عم تفتح بلبنان، يعني أخذت تراخيص عم تفتح بلبنان ومو بسوريا. أظن يعني بعتقد لح يندموا، لح يرجعوا بعد فترة يقولوا بدنا نفتح بسوريا. ديانا بتشوفي في تشتت لما بيكون بقلب المسلسل الواحد لهجات مختلفة، إن كان المصري أحيانا السوري واللبناني بمسلسل واحد، يعني بتشوفي بيحقق هذا التشتت طبعا. أنا ما بعرف شو بيخدمني تواجد هالكم من النجوم، هل هي عروبية زايدة؟ يعني هل هي نقول نحن قوميين ومن كل القوميات موجودة معنا بهالعمل؟ عمل اجتماعي عادي، أنا عم شوفه هو شيء استعراضي بحت، هو التفاف لحتى يسوقوا مثلا ممثلين أو أعمالهم. نحن كبار النجوم عم نشوف، نعرف نحن أنه مين طلع من لبنان إلا على أيدي سوريين، على أيدي مخرجين سوريين، بالوقوف أمام نجوم سوريين نحن اللي طلعنا هون. هذا بيدل على أنه في مصادرة إمكانيات. بتمنى كتير، ما بحب أنا أتعصب كنت، بس نحن بعد الحرب صراحة مطالبين أنه لا نتعصب كمنتج وكمخرج. منتوجك المحلي، إنتاجك خليه جوا. التسويق، موضوع التسويق أكيد لازم ينحل بطريقة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. كمان القطاع الخاص ما فينا نتركه هو حامل كل الحمل طبعا. ممكن يصير ميزانية كبيرة من الدولة تتوجه، لأنه الآن الدراما والفكر والثقافة هي من أهم الأسلحة اللي نحن اللي سنبدأ فيها. انتهينا من السلاح على الأرض، انتهينا من الصواريخ، انتهينا من مثل ما بيقولوا القتال، مرحلة القتال. هلأ نحن بمرحلة الفكر اللي هو أخطر شيء،
بناء جيل والمشاهد إعادة ثقته، إعادة شده، إعادة إراحة المشاهد. يعني أنت عندك مشاهد متعب، صار منهك، صحيح، حزين، مثقل، رايح له ضحايا، عنده أزمة اقتصادية، حتى يمكن تغير مزاجه دم. أيضا للمتابعة مزاجه ديانا. كله تغير. هلأ وكمان في التوجه للنت مثلا كتير، صحيح. بحي الأعمال مسلسلات سورية اللي انعملت على النت مدتها 10 دقائق أو 20 دقيقة من التجارب الرائعة على فكرة. نعم. فعلا. خلينا نحكي ديانا عن مشاريعك اللي عم تحضري لها ايضا. شو في شيء جديد ببالك بعد ما شفتي هي الباكج الدراميه؟ اكيد صار في عندك انه استفدتي من اخطاء معينه، طبعا. حطيتي براسك طبعا. مواضيع من خلال انك عم تسمعي احاديث الشارع السوري، هذا المسلسل هيك ونحن بدنا هيك، فشو حاطه ببالك مشاريع جديده؟ فادتني البعد او القلة اللي عملتها، انا مقلة شوي كنت بهالفترة 8 سنوات، واضافة للظروف الانتاجية كمان استفدت من موضوع كتير مهم، انه اول شيء نرجع للمة كتير مطلوبة. الناس عم تحب اي عمل فيه لمة، لمة عيلة، لمة هاي الالفة عم يحبوها، صحيح، كل شيء قديم. تمام. تاني شغلة استفدت بانه ما عاد انا كتير بذهني 30 حلقة، انا عم برغب سير لل 15 حلقه، عم برغب للحلقه التلفزيونيه الموجزه. يعني معلش اذا اجاني عرض اني اعمل عمل 10 دقائق الحلقه ما بقصر. اتجهت للاذاعه، الاذاعه اكتشفت اذاعه دمشق قديش اذاعه كتير عريقه، كتير فيها مواد مهمه وكتير متابعه. كنا بالاول مفكره انه بس تلفزيون، لا طلع اذاعه متابعه. فعملت عمل إخراج الأستاذ الكبير باسل يوسف وبالتعاون مع أستاذ حمدي شويكي اسمه خوابي الشام، فلم نخبة من النجوم كوكبه كتير حلوة وكنا مبسوطين بالعمل. عم يطلع تقريبا قبل الإفطار، مدته 10 دقائق، بيطرح كتير أفكار وبيحكي عن لمة العيلة. هلأ حسيت أنه أنا ممكن اهتم فيها، هي أول عمل إذاعي لي. عندي هلأ عمل اجتماعي. أول شيء بدي بعد عن الأزمة أكيد، لأنه نحن حنترك الأزمة للأرشيف والإخباري، وللأخبار هي بقى تحكي عن الأزمة. حاجتنا بالدراما نحكي عن الأزمة، نحن هلأ بدنا نلاقي حلول للأزمة، حلول صحيح. اجتماعية وثقافية وإنسانية، أهم شيء نرمم الإنسان السوري. فإن شاء الله يا رب. عندي مجموعة أعمال، عندي نص عم بكتبه كمان هيك في حبكة معينة، ان شاء الله يا رب يكون السنه الجايه في ان شاء الله يا رب بشوف وبكون انا يعني تحت النقد مثل ما بيقول، حدا ينقدني. اكيد ديانا اليوم بهي المرحله الجديده يلي السوريين مستعدين طبعا انه يفوتوا فيها، هي مرحله ما بعد الحرب، مرحله التعافي، فعلا انه نبدا نحن من جديد بحياتنا بمختلف نواحيها، ويلي لكم كمان عبء كثير بهذا الموضوع. شو اول فكره رح تباشري بعملها او كتابتها بعد هي الحرب وسنين طويله اللي فعلا كل الناس تعبت فيها، فشو بتشوفي شيء اساسي فعلا انك تتوجهي له؟ ما بعرف ليش حابه انه نحكي عن عوده ابنائنا اللي برا. يعني هدول اللي سافروا بظرف أكيد هن مجبرين عليه، وممكن يكونوا سافروا بظرف هو تحت الخوف أو الفزع اللي صار، حابين هدول نرجع هيك نستقطبهم ويرجعوا لهي البلد، نرجع هالكفاءات اللي طلعت تحت الضغط أو تحت التهديد أو تحت ممكن يكون مبازرة من النوع السيء كانت. هدول لساتهم أولادنا، هدول إخواتنا، هدول شبابنا، هدول نسائنا، حابة إنه ترجع هاي الإلفة. ديانا طبعا دائما مثل ما قلنا كل كاتب بيطمح انه يعمل عمل متكامل، يعني يكون النص جيد، الاخراج جيد، وايضا الانتاج جيد. فخلينا نحكي شوي كمان عن اي مشروع او خطوه لازم تقومي فيها، هل عم تدرسيها من هي الناحيه حتى يكون العمل متكامل فعلا؟ على القليل نرجع الدراما السوريه لما كانت تتلم العيله كلها على وقت مسلسل وعرضه. لا مبدئيا انا ومجموعه يعني زملاء من الكتاب رجعت ثقتنا بمؤسسه الانتاج الدرامي بصراحه، بلشنا يعني نتوجه لها، بلشنا حاسين انه هي عندها مشاريع مهمه بدها تنطلق بخلال هالسنوات القادمه، في اهتمام من جهات يعني فيها عليا، واضح لشيء بده يصير، يعني ما عم نعرف شو بده يصير بس كانه في شيء دعم مادي لهالموضوع.
وفي شيء له علاقة برقابة مختلفة، ذهنية رقابية مختلفة. هنا هلأ مبدئياً نحن مرتاحين لهذا الاتجاه ريثما تظهر شركات، لأنه في شركات كمان اشتغلت بالأزمة ما فينا ننكرها طبعاً. في شركتين كانوا مهمين واشتغلوا وما حققوا ربحهم يعني، بس حاولوا يعملوا مواد وأعمال مهمة. فيعني أنا ممكن يعني إحنا هدول اللي جربناهم مثل ما بيقولوا، نحنا ثقتنا أكثر من أي حدا تاني. أنا مو مع إني أتوجه كتير لبرا، لأنه أنا ما بضمن شو توجه الشركات الخارجية، دائما تخضع إلى شروط معينة ما بعرف شو ممكن يكون الثمن التنازل يعني الفكري اللي نحنا ممكن نتعرض له. نعم نحن أكيد بالغنى عن أي تنازل طبعاً. اليوم بعد ما صمدنا كل هذا الصمود بمختلف المجالات أكيد ما رح نتنازل حتى بمجال الدراما. يعني ديانا اليوم مواضيع كتيرة حكينا فيها مع حضرتك، أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق، بدي أتشكر جرأتك، بدي أتشكر أنك لبيتي دعوتنا اليوم على الإخبارية السورية. شكراً لك، ودائماً حاضرين دائماً، وأنتوا اللي يعني رفعتوا قسم كبير وعبء كبير بتغطية طول فترة الحرب، شكراً لكم. وبتمنى فعلا انه نحن نستغني عن افكار المحطات، وانا ما بتمنى انه اعمل عمل لمحطه هي تفرض علي الشخصيه التاريخيه اللي انا اكتبها. يعني انا بحب اكتب عن عمر بن عبد العزيز مثلا، شخصيه معتدله، ما بحب اكتب عن طاغيه او اكتب عن شخصيه متعصبه او طائفيه او تنتمي الى طائفه معينه. بتمنى على الكتاب السوريين ينتبهوا من هاي القصه. أكيد يعني الرسائل عم توجهيها أيضا باللقاء. نحن بنتمنى أيضا أنه نلاقي حلول لكل مفرزات ما بعد الحرب الاجتماعية عبر الدراما السورية. دائما عم تحمل رسائل لكل ثقة. العالم ثقة بالدراما. أكيد عنا ثقة بالدراما بالكتاب والمخرجين والممثلين أيضا والمنتجين إن شاء الله. يا رب سوريا هيك تتعافى إن شاء الله يا رب. شكرا لوجودك ديانا، انبسطنا فيك كثير. لكم كل سنة وانتم. شكرا لك. أهلا وسهلا. كده هلا بنروح لفاصل وراجعين لنكمل باقي فقراتنا.